فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول عندنا في القرية رجل مدمن للخمر ولا يصلي، لكن يوجد عندي درس في البيت بعد صلاة. يقول يوجد رجل عندنا في القرية مدمن خمر ولا يصلي، ويوجد عندي درس في البيت بعد صلاة الفجر ولكبار السن، فيأتي إلينا هذا الرجل ويستمع لذكر الله. يقول فما نصيحتكم لنا في ذلك، وهل نسمح له بحضور هذا الدرس؟ تسمح له، لكن تمسكه بينك وبينه تنصحه، تقول له شوف عندك رغبة في الخير وتجي للدرس، وانت يحصل من كذا وكذا، عليك التوبة إلى الله لعل الله ينقذه بسببك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.